السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الأولى البيتا لاكتام أنتيبايوتكس. طبعا البيتا لاكتام أنتيبايوتكس التسمية مالتها اجت مو عن فراغ، اجت انه من فتشي اسمه بيتا لاكتام رينج. البيتا لاكتام رينج هي شنو؟ العفو، البيتا لاكتام رينج هي 5 ممبر رينج امايد. احنا الان مجاوره لها سي دبل بوند او نصيح لها امايد بوند. فالفايف ممبر رينج اللي هي هاي الحلقه الرباعيه اللي هو هذا، احنا الان مجاور سي دبل بوند او، هذا نصيح له امايد. الامايد اذا كان على شكل حلقه نصيح له لاكتام رينج. زين ليش بيتا؟ البيتا لان يصير ال ال السبستيوشن على الفا بوزيشن. شنو السبستيوشن على الفا بوزيشن؟ يعني التفرع من هذا الاتجاه، هذا الفا هذا بيتا، فبيتا سبستيوشن، فبيتا لاكتام رينج. اوكي، طبعا خلال هذا الكورس راح نعرف البنسلين، راح نعرف السيفالوسبورين، راح نعرف المونوباكتام، الامينوغليكوسايد، الكلورامفينيكول، تتراسايكلين، الماكرولايتس، لينكومايسين، انتي فايرال ايضا ناخذها، السلفونامايد. طبعا راح نتطرق على الانتينيوبلاستيك، الكليتنج ايجنت، الانتي ميتابولايت، وان شاء الله اذا بقى وقت على الهرمونز ايضا ناخذ من عندها محاضره او محاضرتين. اوكي، قبل ما هاي راح نعرف وات از ذا دراج. الدراج هو شنو؟ It is the compound that interact with biological system to produce biological response. إذن هو compound، هو chemical compound. هذا العلاج الدراج راح يتفاعل لنا مع biological system، ممكن يكون receptor، ممكن يكون بروتين هذا biological system، ويعطينا biological response. زين ليش ما نقول therapeutic response؟ ليش biological response؟ biological response لسبب معين، انه ممكن biological response ممكن يكون toxic response، وممكن يكون therapeutic response، وممكن يكون sub-therapeutic response، وممكن ان يكون resistance يصير عندنا. فالدرج هو اللي ينطينا biological response. بعض الدرج انه اذا انطينا الconcentration اعلى من عنده ايش راح ينطينا؟ راح يعطينا toxic response اذا اعلى من الrequirement، فينطينا ممكن toxic response. فلذلك جمعناهم كلهم بكلمة واحدة اللي هو biological response. اذا هسا عرفنا الدرج هو compound يتفاعل لنا مع biological system وينطينا biological response. اذا الانتيبايوتيك هو شنو؟ الانتيبايوتيك او الانتيبكتيريال هو ذا تايب اوف انتي مايكروبيال دراج، يستخدموه للتريتمنت، وممكن يستخدموه للبريفنشن اوف ذا بكتيريال انفكشن، اند ات مي بي كل اور انهبيت ذا جروث اوف بكتيريا. اذا زين شنو الفرق بين انه الانتيبايوتيك يسوي لنا كل، وانتيبايوتيك يسوي لنا شنو؟ يسوي لنا انهبيشن اوف ذا بكتيريا. Killing of the bacteria يعني ما معناه بكتيريا سايدل، بينما inhibition the growth of bacteria إيش منه معناه؟ معناه اللي يسوينا بكتيريا ستاتيك. إذا نعرف إنه شنو معنى الفرق بين بكتيريا ستاتيك والبكتيريا سايدل، بكتيريا سايدل هو القاتل، بينما البكتيريا ستاتيك هو اللي يقوض عمل البكتيريا لكن ما يقتلها. مثل ما عندنا مثلا سجين خطر، هذا السجين الخطر اذا حكمنا عليه مثلا بالاعدام فهذا ما معناه بكتيريا سايدل. احنا حكمنا على البكتيريا بالاعدام من خلال هذا الدراج، فصار عندنا بكتيريا سايدل. بينما اذا حكمنا على هاي البكتيريا المجرمه، حكمنا عليها مؤبد او 15 سنه، هذا شنو نصيح له؟ استاتيك، يقوض عمل هاي البكتيريا لكن ما يقتلها. وعليه الفرق بين البكتيريا سايدل والبكتيريا ستاتيك، ان البكتيريا سايدل هو يقتل البكتيريا، بينما البكتيريا ستاتيك هو يقوض عمل البكتيريا. طبعا الاموكسيلين هو بكتيريا سايدل يقتل البكتيريا. The discovery of penicillin هو اللي اكتشفه هو الكسندر فليمنج. طبعا هو بكتيريولوجيست، عام 1921 اكتشف اللايسوسوم اللي موجودة بالتيرز بالدموع، وأيضا شاف
البكتيريا لايسل باي ذا ميوكس اون بالبتردش. الاكتشاف صار من خلال صدفة انه اكتشفوا انه البنسلينات عن طريق شنو صار عندنا كونتامينيشن. العفو اكو زرع مال بكتيريا موجود، الزرع البكتيريا صار له كونتامينيشن، يعني جابوا انه استافيلوكوكس البتردش اجار اذا شايفينه الاجار ومزارعينها، لكن صار عندنا شنو صار عندنا تلوث بالبنسيليوم ناتاتم. شافوا انه البنسيليوم ناتاتم شو يسوي لنا؟ يسوي لنا زون اوف انهيبيشن على البكتيريال لايس، وهذا الزون اوف انهيبيشن على البكتيريال لايس الزون اوف انهيبيشن شافوا انه يسوي لنا لايسز للستافيلوكوكس اوريوس، وبذلك شافوا انه الستافيلوكوكس اوريوس اللي كانت مزروعه على البتردش تحللت بالبنسيلينيوم ناتاتم، وهذا البنسيلينيوم ناتاتم اللي بعدين استخلصوا من عنده المركب البنسلين، وشافوا انه البنسيلينيوم ناتاتم عنده اكتيفيتي انه يسوي لنا شنو لايسز للبكتيريا اللي هي الستافيلوكوكس. اوكي، فلذلك انه من خلال هذا الاكتشاف شافوا انه صار عندنا الاكتشاف مال البنسلينات بالعام 1921 الى امتد للثلاثينات. البكتيريا بصورة عامة it is widely studied pathogen that are prokaryotes. هي شنو البروكاريوتس؟ هي بدائية النواة، بينما احنا الانسان هو ايوكاريوتس. شنو الفرق بين البروكاريوت والايوكاريوت؟ البروكاريوت هو ما عنده نواة، بينما الايوكاريوت هو موجود النواة. اوكي، البكتيريا عندها ريجيد سيل وول، هذا الريجيد سيل وول هو يعطينا سيلكتيف توكسيسيتي، تارجت فور سيلكتيف توكسيسيتي. هسه راح نفتهم شنو معنى التارجت اوف سيلكتيف توكسيسيتي. موست ار هارمليس بات سم ار اسينشال ار اسينشال اند ذا اكاونت اوف 15% اوف ذا انفكشس ديزيز. اوكي، احنا عندنا السيل وول مال البكتيريا، الانسان ما بي سيل وول للخلايا مالته، فقط عنده سيل ممبرين. اوكي، فلذلك انه ممكن انه شو نسوي؟ نسوي تارجتنج وسلكتيفيتي لمن؟ للبكتيريا عن طريق السيل وول، يعني نحاول انه نحطم السيل وول مال البكتيريا، وبذلك نحقق هدف معين اللي هو شنو؟ سلكتيف توكسيسيتي، يعني التوكسيسيتي لمن؟ فقط للبكتيريا، ما نأذي الهيومن. اذا عندنا تو تايب جرام ستين ريفيل ذا سيل كومبوزيشن. اذا طبعا هذا جنشن فايوليت او سفرانين، فالجرام بوزيتيف تكون على شكل فايوليت، بينما الجرام نيجاتيف تكون على شكل ريد الكلر مالته. فالتصنيف صار من خلال هاي الصبغات الجنشن والسفرانين. الجرام بوزيتيف هي ثيك سيل وول كروس لينكد بوليساكرايد، بينما الجرام نيجاتيف هي thin polysaccharide cell wall لكن lipid rich، فيصير عندنا lipid هواي وين؟ بالجرام نيجاتيف، بينما الجرام بوزيتيف شنو؟ بها cell wall كبير وبي polysaccharide يعني carbohydrate. structure of the bacteria cell wall. cell wall in the gram positive bacteria يتكون من 50 الى 100 بيبتيدا جلايكان. عندنا هذا الجرام بوزيتيف وهذا البيبتيدا جلايكان، هذا متكون من 50 الى 100 من البيبتيدا جلايكان لاير، بينما بالجرام نيجاتيف اللي هو هذا، شوفوا انه السيل وول كلش البيبتيدا جلايكان العفو كلش قليله، يعني ثن لاير، يعني كلش نحيفه اللاير، لكن بدل من هذه ايش عندنا؟ عندنا متكون من ليبيد ريتش، هذا كله ليبيد راح يصير فوق الـ هذا كله ليبيد راح يصير عندنا شنو؟ طبقات من الليبيد فوق الببتيدا جلايكان، وعليه ايش تتوقعون ايهما راح يكون مور ريزيستنس للانتيبايوتيك؟ ب
بالتأكيد إنه اللي عنده أكثر من طبقة والليبت راح يكون أكثر ريزيستنس للأنتيبايتك. لذلك الجرام نيجاتيف سيل وول هي البكتيريا اللي راح تتقاوم مور لايكلي ريزيستنس تو ذا بولار بنسلين أنتيبايتك. بما أنه هو ليبد موجود فأي أنتيبايتك بولر ما راح يقدر يدخل للجرام نيجاتيف سيل وول، بينما بالجرام بوزيتيف أوكي اكو فتحات موجودة بالسيل وول ممكن ان يعبر من خلالها الانتيبايتك، بينما بالجرام نيجاتيف سيل وول لا. هذا ايش راح يكون؟ راح يكون الليبد يكون حاجز، فاي شيء بولر ما راح يدخل من خلاله. وعليه اكو فشي اخر داخل السيل وول اوف جرام نيجاتيف اوف جرام نيجاتيف، اللي هو شنو؟ فتحات صغيرة اسمها البورين. هاي البورين هي اللي تدخل الدرك البولر درك داخل للداخل الجرام نيجاتيف، يعني للبكتيريا اوف جرام نيجاتيف سيل وول. فالجرام بوزيتيف هو بورس which mean that the small molecule like penicillin are moved through without difficulty. فهو يكون بفتحات مثل ما قلنا وراح ممكن ان يعبر without difficulty. الانتيبكتيريال ايجنت has to penetrate the outer membrane of the gram negative bacteria which are less susceptible to the antibiotic. فالجرام نيجاتيف بكتيريا هي المشكله، هي دائما تسبب لنا مشاكل الريزيستنس. ليش؟ لان السيل وول مالتها فوقها طبقه من الليبيد، وعليه مو كل درج يشتغل على الجرام نيجاتيف. على العكس من الجرام بوزيتيف بفتحات هواي بورس ببولي سكرايد جلوكوز مولكيول ومن خلالها يعبر. Okay, the beta-lactam antibiotic penicillin and cephalosporin across this diffusion resistance membrane through the borine channel. إذن borine channel، هاي البورين هي الفتحات. There are about 105 channel per cell bacterial cell and their diameter 1.2 nanometer. طبعا احنا ما نشوفها، احنا البكتيريا ما نشوفها، هذا الشيء داخل الالكترونيك مايكروسكوب. Some bacterial genera اللي هو Pseudomonas are insensitive to the most beta-lactam antibiotic because the majority of their borine channel are not functional. يعني Pseudomonas for example ما تستجيب الأكثر البيتا-لاكتام antibiotic. والسبب شنو؟ السبب حتى البورين مالتها هي جرام نيجاتيف، البورين مالتها not functional يعني ما تشتغل، وبذلك راح يكون ريزيستنس للبيتا لاكتام هاي سيدامونس. اذا البورين هو شنو؟ البورين هو فتحات بورس ان ذا ستراكشر ذات كونسيست فروم ذا بروتين ويتش ار لوكيتد ان ذا اوتر ممبرين. اذا احنا عندنا ممبرين وبي فتحات حتى يمر من خلالها الدرج. They act as a pores through which the water and essential nutrient can bus to reach the cell. The smaller drugs such as penicillin can also pass this way, but whether they do or not depend on the structure of the borine as well as the characteristic of the penicillin. يعني size, structure والcharge. فمثلا احنا مو كل البنسلينات تعبر من خلال البورين، اكو فشي limitation بهذا البورين. هاي الفتحات شنو هاي الفتحات؟ طبعا هذا سلايد 8. الليميتيشن اللي هي التالي، الليميتيشن انه عن طريق السايز اوف مولكيول الستراكشر اند تشارج. ان جنرال ذا درج ار ليس تشانس اوف باسنج ثرو ذا بورين اف ذي ار لارج نيجاتيف تشارج اند هيدروفوبيك. اذا الدرج اللي يقدر يعبر من خلال البورين لازم شو يكون؟ هيدروفيلك positive charge and small size. In contrast, the small hydrophilic drug that can exist as a zwitterion. Zwitterion شنو؟ الدرج اللي بي positive و negative charge بنفس المولكيول. Can pass through يعني متعادل، يعني المولكيول الدرج اللي متعادل ممكن ان يعبر من خلال البورين. فالبورين بلاي ذا كروشال رول ان كنترولينج ذا اماونت اوف ذا بنسلين ذات ار كابابل اوف ريتشينج ذا بير بلازميك سبيس بتوين ذا اوتر ممبرين اند ذا سيل ممبرين. اف ذا اكسس از سلو ذا كونسنتريشن اوف بنسلين ات ذا ترانسبيبتايديز انزيم مي بي انسفيشنت تو انهبيت ذا اكتيفيتي.
وعليه إذا صار العبور من خلال البورين قليل راح ما راح يؤدي لنا ثيرابيوتيك افكت، ما راح ينطينا insufficient to inhibit the transpeptidase enzyme اللي هسه راح نعرفه بالسلايدات القادمة. إذن البورين هي شنو؟ هي channel راح تتعبر لنا، إذا تشوفون بالسلايد تعبر لنا البيتا لاكتام للبيربلازميك سبيس. البيربلازميك بليس ايش راح يعطينا؟ بلازما بروتين بايندينج. هذا البلازما بروتين بايندينج هذا طبعا داخل شنو؟ داخل البكتيريا. اوكي طلاب، داخل البكتيريا، فيعبر لنا من خلالها من خلال البورين، فيصير ان كونتاكت ويا البلازما بروتين بايندينج. اذا هذا العبور كان قليل او انه توقف فما راح يصير انهبيشن للبكتيريا سيل وول. فاحنا البنسلينات هي سيل وول انهبيتر. شلون سيل وول انهبيتر؟ لازم يصل للسيل وول، لازم يدخل داخل السيل وول حتى يعطينا الافكت، مو خارجي. شلون يسوي لنا انهبيشن للسيل وول سينثيسيس؟ راح نعرفها بالسلايدات الجايه. اذا اللي اريد نوصل لانه موجود بورينز فتحات موجوده للجرام نيجاتيف بكتيريا، هاي المسؤولة على عبور البيتا لاكتام انتيبايوتيك، بينما الجرام بوزيتيف بكتيريا ما تحتاج البورين لان السيل وول مالتها بورس يعني بيه فتحات، بينما الجرام نيجاتيف بكتيريا هو لبدرج. اذا the outer membrane of the gram negative bacteria هو هايدروفوبك، هذا هايدروفوبك مثل ما قلت لبدرج، وهاي الفتحات البورين حتى يوصل لنا للبيربلازميك بليس. فمن يعبر ان البنسلينات راح يصير عندها ان كونتاكت ويا من؟ ويا اللاكتميز انزايم. هذا اللاكتميز انزايم موجود، فاحنا وهذا الثين سيل وول، طبعا الثين سيل وول وهذا اللاكتميز انزايم، فاحنا الجرام نيجاتيف بكتيريا لازم يوصل للسيل وول مو لللاكتميز. اللاكتميز بحث اخر ان شاء الله ندرسه بالسلايدات الجايه. على العموم انه لازم عندنا الانتيبايوتيك يعبر هذا الاتجاه ويوصل لهذا السيل وول حتى يتجاوز اللاكتميز. اذا اللاكتميز سوانا مشكله نسوي لاكتميز انهبيتر، مثلا الكلافيلونيك اسيد اللي موجود بالاوغمنتين. فالاوغمنتين شو سوى؟ سوى فشي يتحد لنا باللاكتميز حتى يخلي لنا الاموكسيل يوصل للثين سيل وول اللي هذا السايت. اذا mechanism of action of penicillin. A human cell مثل ما قلنا ما بيها cell wall. The cell wall is essential for the bacterial life. زين احنا مثل ما قلنا ليش البكتيريا تحتاج لنا cell wall حتى تعيش؟ ليش حتى تعيش؟ حتى يحمينا البكتيريا من البي اتش اللي موجود داخل جسم الانسان. هو ما البكتيريا هي خارجية، هي داخل جسمنا، داخل جسم الانسان. ايضا للتمبرتشر اللي موجوده داخل جسم الانسان، للاوزموتيك بريشر ايضا. البكتيريا سيل كومبوزد فروم ذا سيريز اوف ذا شوجر باك بون. احنا مو قلنا يتكون من بوليساكرايد؟ هاي البوليساكرايد هي شنو؟ جلوكوز مولكيول، شوجر مولكيول. شوجر مولكيول لها نوعين، اما اسمها نام وناد. النام هي ان اسيتيل مرمرك اسيد، والناد اللي هي ان اسيتيل جلوكوزامين. هذن الاثنيناتهم يرتبطن حتى يسوي لنا البوليساكرايد اللي هو اللي موجود بالسيل وول. اوكي ات از انترستينج تو نوت ذات ار ذا رايسيميك ميكستشر دي امينو اسيد اند ال امينو اسيد ان ذيس تشين اوف ذا بكتيريال سيل وول وايل ذا بيبتايد ان ذا هيومن سيل اونلي ال امينو اسيد. مثل ما تلاحظون اذا هسه نشوف الستراكشر ان شاء الله بالسلايدات الجايه، الستراكشر هو شنو؟ انه الامينو اسيد بالبكتيريا اكو دي يو ال. اذا ماخذين بالبايوكيمستري يقول انه الجسم الانسان فقط ال امينو اسيد، بينما بالبكتيريا هو رايسيميك ميكستشر، هو خليط بين ال والدي، بين ال والدي. وعليه مثل ما قلنا انه الامينو اسيد اللي موجود بجسم الانسان فقط اللي هو ال امينو اسيد، بينما بالبكتيريا هو خليط بين الدي والال امينو اسيد. احنا هسه عرفنا ان البكتيريا متكونه من سيل وول،
وبوليجرام نيجاتيف بالاضافه الى موجود السيل وول اللي هو متكون من بولي ساكرايد موجود ليبيد ريتش فوقها طبقه من الليبيد ريتش وهذا يعني يحدد لنا البنتريشن اوف ذا انتيبايوتيك انسايد البكتيريا لذلك موجود البورين بالجرام نيجاتيف بكتيريا هاي من جزء الجزء الاخر انه عرفنا انه البولي ساكرايد متكونه من شوجر باك بون واللي هي نام وناب هاي وحده وعرفنا انه البكتيريا الامينو اسيد متكون من اما من دي امينو اسيد وال امينو اسيد على العكس من الهيومن اللي هي فقط ال امينو اسيد بنسلين بايندينج بروتين والانهبيشن مالته شنو بنسلين بايندينج بروتين هذا البنسلين بايندينج بروتين احنا شفناه بالصوره السابقه اللي هو هذه بنسلين بايندينج بروتين اللي هي هذه السلايد 9 نرجع احنا للسلايد 12 بنسلين بايندينج بروتين سو كولد بنسلين بايندينج بروتين او بي 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 which is located in the inner bacterial plasma membrane containing reactive serine residue يحتوي لنا على سيرين OH that generate acetyl acyl enzyme intermediate which are attacked by the terminal glycine giving a peptide glycan crosslink هسه راح نعرف شنو معنى هذا الكلام اذا خلي نشوف هذا الستراكشر احنا قلنا الباك بون متكون من نام وناق نام والناق احنا عندنا التالي عندنا بنسلين بايندينج بروتين يحتوي لنا على سيرين او اتش وعندنا امينو اسيد موجوده بالباك بون اللي هو موجود بالسيل وول مال البكتيريا البكتيريا حتى يكون السيل وول مالتها ريجيد سيل وول لازم شنو يصير مثل الشبكة ما يصير بس مجرد يتصفط واحد فوق الآخر لازم يصير شبكة هذه الشبكة شن صيح لها كروس لينك أوكي يعني يرتبط شبكة فوق والجوة عن طريق رابط بيناتهم آسرة بيناتهم هاي الآسرة بيناتهم احنا كروس لينك نصيح لها الانتيبايوتيك البنسلين يمنع هذا الارتباط بين الشبكة الفوق واللي أسفل يمنع هذا الكروس لينك بين الشبكة وعليه يصير عندنا شنو سيل وول انهبيتر او ممكن اذا تقرون يقول لك كروس لينك انهبيتر اوكي زين شلون يصير الكروس لينك انهبيتر شلون يصير الكروس لينكينج حتى نفتهم الانهبيتر شنو خلينا نحاول نفتهمها هذا هذا المولكيول اذا تلاحظون هسه تشوفون سلايد 13 احنا هذا هاي الشجر نام وناق هذا الشجر نام وناق وهذا الكروس لينك اللي هو باللون الاحمر البنسلينات تحاول تكسر هاي الآسرة ما تخلي هاي الطبقات مرتبطة بيناتها ويكون ريجيد سيل وول لان ريجيد سيل وول ما معناه ما نقدر نقتل البكتيريا وعليه انه هذا مثل الجسر اوكي فإذا تلاحظون هاي النام متكونة النام بها مجموعة من الأمينو أسيد اللي هي هاي اللون الأحمر مجموعة من الأمينو أسيد اللي هن ذني ترتبط مع مجموعة من الأمينو أسيد اللي موجودة بالسلسلة الأخرى فيصير عندنا الكروس لينك هذا كروس لينك هذا كروس لينك أوكي طبعا هذا النام ناق بولي ساكرايد ان اسيتيل مرمرك اسيد وان اسيتيل جلوكوز امين زين خلي نفتهم اكثر شلون يصير الكروس لينكينج احنا عندنا نام بها مجموعه من الامينو اسيد بالامينو اسيد الثالث اللي هو اللايسين موجوده خمسه جلايسين مولكيول خمسه واسفل هاي الخمسه دي انيلين دي انيلين راح شنو نطلق عليها الدي انيلين دي انيلين شويه الكلمه كبيره ديالة اوكي
وهذا الانزيم OH اللي هو وين موجود؟ بالبنسلين بايندينج بروتين اللي موجود وين؟ مثل ما شفتوا بالسلايدات السابقة موجود على السيل وول الداخلي بعد البيربلازميك بليس اللي موجود. فايش راح يجينا؟ البنسلين بايندينج بروتين راح يشتغل ككاتاليست، راح يصير عندنا نيوكليوفيليك اتاك على من؟ على الدي انيلين الاولى. فمن يصير نيوكليوفيليك اتاك على الدي انيلين الاولى راح تطلع دي انيلين وحده، اوكي؟ فصار عندنا هذا المولكيول اللي هي دي انيلين او انزيم اللي هو البنسلين بايندينج بروتين اللي هو سيرين او اتش نفسيته. راح تجينا الجلايسين من الطبقة الأخرى راح تسوينا نيوكليوفيليك اتاك على من؟ على الدي انيلين. وبذلك ايش راح يصير؟ يطلع عندنا الاو انزيم، فيصير عندنا ارتباط بين الجلايسين والدي انيلين. هذا الارتباط بين الجلايسين والدي انيلين شو نصيح له؟ كروس لينكينج. طبعا هاي الجلايسين ايضا ترتبط مع من؟ مع دي انيلين اخرى، والدي انيلين ترتبط مع جلايسين، وراح تصير عندنا مثل الشبكه. شلون الشبكه مال الصيد؟ نفس الشيء، راح تصير على شكل مستطيلات صغار. هذه حتى تحمينا البكتيريا من البي اتش، تحمينا البكتيريا من التمبرتشر، من الاوزموتيك بريشر. هذا الكروس لينكينج، يعني شلون يقوينا الشبكه مال البكتيريا. فهذا شوفوا بيبتيدو جلايكان. جلايكان هي شجر مولكيول اللي هن النام والناق. البيبتيدو بيبتايد اللي هن ذني الانين اللايسين جلايسين هذا الالينين دي الينين وهكذا. فصارت عندنا بيبتيدو جلايكان وهذا الكروس لينكينج. ان شاء الله افتهمتم زين. البنسلينات وين تشتغل؟ البنسلينات تشتغل على هذا الانزيم اللي هو هذا الترانسبيبتايديز، تمنع هاي الحركة، تمنع انه هجوم الانزيم او اتش اللي هو نفسيته الترانسبيبتايديز، الترانسبيبتايديز او اللي هو نفسيته البنسلين بايندينج بروتين. فصار عندنا ثلاث اسماء للبنسلين بايندينج بروتين، اما بنسلين بايندينج بروتين او سيرين او اتش او انزيم او اتش او الترانسبيبتايديز، كلهن نفس الاسم. فالبنسلين يسوي لنا انهبيشن للترانسبيبتايديز، وبذلك ما راح تصير هاي العمليه وما راح يصير الكروس لينكينج، وبذلك ممكن ان تنقتل البكتيريا. طبعا هذا الشيء سوى بنفس المولكيول، هذا شنو راح يصير؟ لكن ان ترمز اوف ستراكشر، بالستراكشر عندنا سيرين او اتش وعندنا هذا الدي انيلين دي انيلين اللي هو نفسيه هذا الدي انيلين دي انيلين. دي انيلين دي انيلين راح تجينا هذه، وعندنا الانزيم او اتش او السيرين او اتش راح يصير عندنا نيوكليوفيليك اتاك، راح تطلع لنا وحده من الدي انيلين وراح يرتبط هذا الانزيم. بعدها راح يجينا جلايسين اللي هي مثل هاي الصوره السابقه، هاي الجلايسين يهاجم لنا الدي انيلين، وبذلك صار عندنا هذا المولكيول اللي هي كروس لينكينج بوليساكارايد بيبتيدو جلايكان. هذا طريقة العمل شلون يصير الكروس لينكينج. بنسلين شلون يشتغل؟ البنسلين يجي هذا السيرين او اتش او الترانسبيبتايديز او الانزيم او اتش او الانزيم او اتش، يصير عندنا نيوكليوفيليك اتاك وين؟ على السي دبل بوند او مال البنسلين. هذا البنسلين، هذا الستركتشر مال البنسلين، فراح يفتح هاي البيتا لاكتام رينج، فراح يتحول الى هذا المولكيول. فبعد من يجي الجلايسين ما راح يهاجم ويصير عندنا، ليش؟ لان هذا البلوكت ريسبتر، الريسبتر صار له بلوكج يعني انغلق، وبذلك ما راح يشتغل الكروس لينكينج، فراح تصير البكتيريا ضعيفه وراح تتعاني من الشرينكج وراح تموت. ميكانيزم اوف فورميشن اوف كروس لينكينج نفسيته هذه اعاده. هذا البنسلين بايندينج بروتين وهذا الدي انيلين دي انيلين راح تطلع الدياله، راح يصير عندنا هذا الانترميديت، بعدين راح يجينا الجلايسين الاخير رقم 5
ويصير عندنا نيوكليوفيليك اتاك، وهذا نصيح له كروس لينكد بوليسكرايد. اكو فد نظريه اخرى اللي هي شنو اسمها سترومينجر هايبوثيسيس. شنو سترومينجر هايبوثيسيس؟ ايش قالوا؟ قالوا انه البنسلينات تشابه الستركتشر مال الدي انيلين دي انيلين او الدياله دياله. احنا نرجع شويه نحاول، هاي الدياله دياله نفسيتها شافوا انه الستركتشر مال البنسلين يشابهها، لذلك الانزيم او اتش يروح يتحد مع البنسلينات ويعوف الدي انيلين دي انيلين ويعوف البكتيريا بدون كروس لينكينج. اوكي، يعني اعاده بسيطه، انه شافوا البنسلينات تشبه المركب مال الدي انيلين دي انيلين او الدياله دياله. افتهمتوني طلاب؟ انه الدي انيلين دي انيلين يشبه الستركتشر مالتها، يشبه الستركتشر مال البنسلينات. اذا تلاحظون الدي انيلين دي انيلين هسه راح نشوف بهاي السترومينجر هايبوثيسيس، قال ان البنسلينات تشبه الستركتشر مال الدي انيلين دي انيلين، وبذلك الانزيم او اتش ما عنده ذكاء بحيث يميز انه هذا دي انيلين وهذا مو بنسلين، فهو يتحد فد شيء يشبه الدي انيلين دي انيلين، فلذلك ما راح يصير عندنا الكروس لينكينج. خلينا نفتهمها بلغه الستركتشر شنو. صار عندنا السيرين او اتش وهذا البنسلينات، فيصير عندنا انهبيتد ترانسبيبتايديز. هذا الدي انيلين دي انيلين او الدياله دياله، وهذا البنسلين جي. شوف المركب مالته، بس مجرد اعاده وترتيب للموليكيول صار فعلا انه اكو تشابه بين البنسلين جي وبين الدي انيلين دي انيلين. هاي الدي انيلين دي انيلين وين موجوده؟ موجوده بالسيل وول مال البكتيريا. والبنسلين جي والبنسلينات والاموكسيل هذا اللي الدرج اللي احنا نعطيه، وبذلك السيرين او اتش او البلازما بروتين بايندينج او بنسلين بايندينج بروتين، هذه بي 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 اللي هي بنسلين بايندينج بروتين او السيرين او اتش او الترانسبيبتايدز ما راح يفرق بين الدي انيلين وبين البنسلين جي، فراح وين يسوي؟ راح يتحد بين البنسلين جي، يتحد بالبنسلين جي وراح يترك الدي انيلين دي انيلين، وبذلك راح ما يصير عندنا كروس لينك بوليسكرايد بوليسكرايد، وبذلك راح تتعاني البكتيريا من الشرينكج وتموت. لذلك انه البنسلينات هي بكتيريا سايدل مو بكتيريا ستاتيك، لان قاتله تقتل البكتيريا، لان تتحد مع الانزيم وتمنع ارتباطه وتمنع الكروس لينكينج الدي انيلين. بعد جاب هذا العالم اللي اسمه سترومينجر جاب شغله اخرى، جاب البنسلين جي البنسلين وخلاه فوق الدي انيلين دي انيلين، شاف انه الاختلاف فقط بالاس. طبعا اكو اختلاف هو، لكن اختلاف قليل، وبذلك ميكانيكيه عمل البنسلينات مشابهه، مش السبب بها ليش يشتغل البنسلينات على البكتيريا ويمنع لنا الكروس لينكينج، لان يشابه الدي انيلين دي انيلين ستراكشر. ما اكتفى هذا العالم بهذا الشيء اخر، سوى قاس المسافه بين الان اي، هاي الان اي والان بي، هاي المسافه من هنا لهنا، شاف انه 3.3 للبوث ستراكشر، من هاي المسافه لهاي المسافه، اذا اكو تشابه. الان بي الى سي سي ايضا اكو تشابه، الان بي الى سي سي هذه اذا اكو تشابه، الان اي اند سي سي اللي هي هاي الان اي وهاي المسافه بين الاصرات شافها 5.4 وهاي 5.7 نوعا ما هم اكو تشابه. لذلك ان البنسلينات هو ترانسيشن ستيت انهبيتر. شنو ترانسيشن ستيت؟ قد مركب قلق يتحد مع البنسلين بايندينج بروتين ويسوي له انهبيشن ويمنع الكروس لينكينج. اذا هسه انتهينا انه شلون الستركتشر مال السيل وول، شلون يتحد وشلون يصير كلوس لينكينج، وشلون انه البنسلينات تتحد مع البنسلين بايندينج بروتين ونمنع
اتحاد البنسلين بايندنج بروتين بالدي انيلين دي انيلين. وخلي ببالكم عملية منع الارتباط البنسلين بايندنج بروتين او السيرين او اتش او الترانسبيبتايديز مع الدي انيلين دي انيلين، هذا يؤدي لنا الى شنو؟ يؤدي لنا الى منع الكروس لينكينج بالبكتيريا، وبالتالي انه يصير له انهبيشن. وهاي العملية المنع تحدث من خلال وجود مولكيول مشابهة للدي انيلين دي انيلين اللي هي يا هي اللي هي البنسلينات. هذا الستركتشر مال البنسلين. البنسلين نوت سيس هيدروجين، هذني هاي الزاوية 117 شافوا انه البنسلينات تشبه البتر فلاي مثل الفراشة. اذا تلاحظون انه هذه من الشكل مالتها ايضا تشابه الاوبن بوك، تشابه الستركتشر مالتها. فالبيتا لاكتام هي متكونة تتحد بمن؟ بالثايا زولدين رينج. هاي الثايا زولدين رينج، هاي الرينج اسمها ثايا زولدين، وهاي البيتا لاكتام. هذا الشيء اسمه نانو بلانر. هاي الموليكيول هي مو مستوية، ما تشوفون انه من خلال اكو زاوية بيناتها، فهي نانو بلانر. والفولدينج عن طريق السي خمسة ان واحد، هذا الفولدينج هنا اللي يصير الانحناء بهاي الموليكيول. طبعا الامايد ريزونانس هنا اكو ريزونانس، لكن بسبب الستيرنج هندرانس ما راح يصير عندنا ريزونانس. السترين بيتا لاكتام سسبتبل تو ذا نيوكليوفيليك اتاك. بما انه هاي حلقه رباعيه مثل ما قلنا بالسلايد الاول، هنا راح يصير هجوم النيوكليوفيليك اتاك او الهجوم على السي دبل بوند او من هذا الاتجاه رقم 7. اوكي، الرقم 6 اللي هو هذا البوزيشن، هذا اللي ممكن نغير به، وبذلك اضطانا عائله كامله من البنسلينات عن طريق التغيير بهذا البوزيشن، بهذا البوزيشن. اذا احنا حتى نفتهم هذا المركب، انه هذا المركب هو مو مستوي، فصاير انحناء من بين الان واحد وسي خمسة، هاي واحدة. الشغلة الأخرى انه البوزيشن 7 ممكن يصير له شنو؟ يصير له هجوم عن طريق مثلا المي ويكسر هذا البون. اذا انكسرت البيتا لاكتام رينج راح، ما معناه انه ما عندنا انتبايتك، راح نفقد الثرابيوتيك افكت. ليش نفقد الثرابيوتيك افكت؟ احنا ايش عندنا؟ عندنا احنا قلنا البيتا لاكتام انتبايتك او البنسلينات الشابه الدي انيلين دي انيلين. شلون الشابهة؟ عن طريق وجود هذا البيتا لاكتام حتى يصير عندنا. اذا ما موجوده وانت تنفتح هاي الحلقه الرباعيه، ما معناه انه ما عندنا انتبايتك، تفقد الثرابيوتيك افكت. فالبيتا لاكتام اتطورت وصار عندنا بينام وسي سي سيفيم وكاربابينيم والكلافام. شوفوا التغيرات، لكن هي هاي اسينشال، هي هاي ما نقدر نغيرها، لا نقدر نكسرها ولا نقدر نكبرها. نقدر مثلا نغير بالحجم الحجم الحلقات المجاوره اوكي، لكن هاي الحلقه الرباعيه تبقى نفسها. فالجنرال ستراكشر مال البنسلين متكون منين؟ من بيتا لاكتام رينج اللي هي باللون الاحمر، هاي البيتا لاكتام رينج. ايضا متكونه من كاربوكسيليك اسيد اللي هي هاي كاربوكسيليك اسيد. ايضا متكون من اسيل امينو سايد تشين اللي هي هاي الاسيل امينو سايد تشين، ومتكون من ثايازولدين رينج اللي هي باللون الازرق، ثايازولدين رينج. طبعا تخلون ببالكم الاسيل امينو سايد تشين ضروري جدا، هسه راح نعرفها. فمن راح اقول اسيل امينو سايد تشين او امايد سايد تشين، تخلون ببالكم اني اشرح على هذا الجزء.
إذا أقول كاربوكسيليك أسيد أنا أشرح على هذا الجزء، إذا أقول بيتا لاكتامرينج فأنا أشرح على هاي الجزء الحلقة الرباعية، وإذا أقول ثايازوليدين رينج فأشرح على الحلقة الخماسية اللي موجود بها السلفر. إذن البيتا لاكتامرينج هي أسينشال. شنو معنى أسينشال؟ ما نقدر لا نغيرها لا نتلعب بحجمها ولا نغيرها، ما نقدر نخلي نايترو سي مكان النيتروجين. Free carboxylic acid is essential and it is usually ionized. طبعا هاي الكاربوكسيليك اسيد هي essential. Free carboxylic acid essential وممكن نسويها على شكل ملح اللي هو ملح الصوديوم او البوتاسيوم. الكاربوكسيليك ايون bind to the charged nitrogen of the lysine residue in the binding site. هذا النيتروجين ريسيديو اوف ذا بايندينج سايت احنا شفناه بس انا ما شرحته اللي هو هسه راح اوضحه لكم. السلايد 15 اذا تلاحظون الكربون هي نيجاتيف وهذا اللايسين اللي هو البوزيتيف، هذا يصير عندنا ايونيك بوندينج بينه وبين المولكيول وبذلك يسوي لنا شنو يملي هذا السايت، فما راح يجي الجلايسين ويتحد. اوكي فما يحتاج ترسموها لان هي مرسومه بالسلايد رقم 15. اوكي the bicyclic system is important، يعني وجود حلقتين هو important، لكن هسه اجت علاجات اخرى وجديده اللي هي اسمها المونوباكتام. شنو مونوباكتام؟ وجود فقط فور ممبر درينج. This confer a further strain on the beta-lactam ring. Ring the greater the strain, the greater the activity. كل ما تصغر الحلقة، كل ما يكون الactivity أكثر. كل ما تكون الactivity أكثر. But the greater instability of the molecule to other factor. لكن إذا كبرت الحلقة أكيد تزداد الاستابيليتي. لكن إحنا مضطرين إنه نسوي حلقة رباعية حتى نشابه المركب مال الدي انيلين دي انيلين ونخلي البنسلين يتحد مع البنسلين بايندينج بروتين ويترك اتحاد البنسلين بايندينج بروتين مع الدي انيلين دي انيلين وبذلك نمنع الكروس لينكينج. اذا هي عمل البنسلينات هي مو مباشره انه مباشره يمنع الكروس لينكينج، لا هو يتحد مع البنسلين بايندينج بروتين اللي موجود بالبكتيريا وبذلك بعد البنسلين بايندينج بروتين ما راح يحفز الكروس لينكينج. الاسيل امينو سايد تشين او الامايد سايد تشين ايضا ضروريه. السلفر هي ضروريه لكن مو اسينشال، ممكن ان نغير هذه. طبعا الاسيل امينو سايد تشين هي اسينشال لكن ممكن نسوي موديفيكيشن على الار بوزيشن. هذا الار بوزيشن الستيريوكيمستري اوف ذا بايسايكليك سيستم وذ ريسبكت تو ذا اسيل امينو سايد تشين از امبورتنت، يعني هذه باتجاهنا وهذه خلف السكرين هذه تكون يعني ضروريه. ذا ريزلت اوف ذيس اناليسيس ليد تو انفيتابل كونكلوجن ذات ا فيري ليتل فايريشن to is tolerated by the penicillin nucleus and that any variation are restricted to the acyl amino side chain. يعني الاسيل امينو سايد تشين هي راح يصير عندنا هنا يصير عندنا الموديفيكيشن فقط، هنا يصير عندنا موديفيكيشن. طبعا اكو موديفيكيشن هنا يصير برودراج لكن ما يغير الدراج يبقى نفسيته، لكن هنا الموديفيكيشن. ليش؟ لان الستركتشر اكتيفيتي ريليشن شيب قال هاي مهمه هاي مهمه هاي مهمه، سي دبل بوند مهمه، هذه مهمه، بقت فقط الار ممكن ان نغير بها. برود سبكترم بنسلين البنسلين ذا سبكترم اوف ذا اكتيفيتي اوف ذا بنسلين ديبند على الستركتشر. ليش هو برود سبكترم؟ الستركتشر مالته سمح له انه يكون برود سبكترم فيغطي لنا الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. The ability to cross link the cell membrane of a gram negative bacteria, susceptibility to the beta lactamase, and it is affinity for the transpeptidase target enzyme.
the rate at which it is pumped back out of the cell by the gram negative bacteria. الأفينيتي حتى يتحد بالترانسبيبتايديز and the rate at which it is pumped back يعني الريزيستنس اللي تصير بالجرام نيجاتيف بكتيريا هي اللي تحدد السبكترم مالته يعني يتحول من برود سبكترم الى نارو سبكترم ليش بسبب الريزيستنس لان ما يشتغل على الجرام نيجاتيف مثلا it has been found that increasing the hydrophobic group on the side chain would increase the antibacterial activity against the gram positive bacteria. انتبهوا لهاي الملاحظة جدا مهمة طلاب. إذا زودنا هايدروفوبك يعني شنو هايدروفوبك؟ يعني عكس الهايدروفيلك يعني ليبوفيلك يعني فتشي محب للليبد هايدروفوبك جروب. إذا خلينا هايدروفوبك جروب على الأسيل أمينو سايد تشين راح تزود لنا الأنتي بكتيريال أكتيفيتي على باتجاه شنو؟ للجرام بوزيتيف بكتيريا. بينما it has been approved that the antibacterial activity against the gram negative bacteria increased by introducing hydrophilic group مثلا nitrogen OH C double bond O that is alpha to the carbonyl group on the side chain. إذا خلينا nitrogen خلينا OH خلينا C double bond O وين بالأسل أمينو side chain اللي قلت لكم عليها شو راح يصير؟ راح يصير هذا الموليكيول تكون الاكتيفيتي مالته باتجاه الجرام نيجاتيف اكثر. اوكي؟ هسه راح نشوفها بالمركبات ايضا. رياكشن اوف ذا بنسلين وذ نيوكليوفايل. البنسلينات طبعا بوجود المي هي كلش قلقه. لذلك يصير بها هيدروليسيس. فمثلا وجود الاو اتش اللي هو المي او مثلا السي دبل بوند او بالبيتا لاكتيميز. البيتا لاكتيميز هذا انزيم تفرز البكتيريا حتى شنو اللي مثل ما شفتوه بالسلايدات الاولى حتى يقتل الانتيبايوتيك وما يوصل للسيل وول خصوصا بالجرام نيجاتيف بكتيريا. فمثلا احنا عندنا او اتش اللي هي ممكن الاو اتش موجوده من المي وممكن منين من البيتا لاكتيميز راح يكسر هاي الاسره يعطينا بنسيلويك اسيد. هذا البنسيلويك اسيد فقد الثيرابيوتيك افكت يعني ما يشتغل كأنتيبايوتيك بعد. ليش؟ لأن الستركتشر مالته ما راح يشابه الدي أنيلين دي أنيلين أو الديالة ديالة. أوكي؟ أيضاً إذا خلينا نيوكليوفايل أيضاً اللي هو RNH2 راح هاي الآن راح تكسر هاي الآسرة ويتحول لنا إلى هذا المركب وراح يفقد الثيرابيوتيك إفكت. إذاً المي والبيتا لاكتيميز طبعاً البيتا لاكتيميز هذا الانزيم اللي تفرز البكتيريا بالاضافة يعني بيختلف طبعا البيتا لاكتيميز يختلف عن البنسلين بايندينج بروتين. اوكي؟ فالبنسلين بايندينج بروتين يختلف عن البيتا لاكتيميز، البيتا لاكتيميز هو الانزيم اللي ينفرز حتى يحمي حتى يشغل الانتيبايوتيك وما يخليه يتحد مع البنسلين بايندينج بروتين. The key issue is in the nucleophilic attack. طبعا شلون راح يصير عندنا هذا النيوكليوفيليك اتاك؟ راح يصير عندنا هذا هيدروجين موجوده هنا. هذا السلايد جدا مهم طلاب، حاولوا ان تركزون عليه. احنا هسه السلايد السابق اخذنا انستابيليتي اوف بنسلين بالبيزك بوزيشن، بينما هذا السلايد اللي هو سلايد 27 instability of بنسلين under acidic condition. شلون under acidic condition؟ منين تبدي؟ تبدينا من الاسيل امينو سايد تشين، هاي اللي يصير ديلوكاليزيشن للالكترونات. السي دبل بوند او راح يصير لها شنو؟ نيوكليوفيليك اتاك. وهاي النيوكليوفيليك اتاك راح تعطينا هذا المركب اللي هو انترميديت. الانترميديت يعطينا بنسلينيك اسيد وبنيليك اسيد. ذن اثنيناتهن المركبات ما عندهن ثيرابيوتيك افكت لان المركب مالتهن ما يشبه الدي انيلين دي انيلين، يعني فقد الانتيبايوتيك اللي فقد الانتيبايوتيك الثيرابيوتيك افكت مالته والفارماكولوجي مالته اذا بوجود الاسيد. وعليه طلاب لازم تلاحظون انه
الـ oral administration of penicillin, مثلا بنزايل بنسلين and ميتاسلين is limited by their acid sensitivity and they are inactivated in the stomach by the acid hydrolysis. هذا الشيء يحدث لنا بالأسيد hydrolysis which open the beta lactam and render them inactive ويحولهن إلى inactive. إذن صار عندنا مشكلة أنه البنسلينات شبيهة أنه بال ما نقدر ناخذها لحد الآن إحنا ما عرفنا شلون نعالج هاي المشكلة. لكن بداية الاكتشاف أنه البنسلينات ما نقدر نعطيها أورال. ليش؟ لأن عندها acidic instability موجودة بالستومك راح تفتح هاي الآسرة وتتحول إلى بنسلينيك أسيد and vanillic acid. الأسيد sensitivity of the penicillin. There are three reasons for the acid sensitivity of the penicillin G. أول شيء الرينك سترين يعني لأن حلقة رباعية اللي هي البيتا لاكتام هاي واحدة. هاي اللي رياكتيف بيتا لاكتام كاربونيل جروب اللي هي هاي السي دبل بوند او هي كلش رياكتيف هاي كاربونيل جروب. ايضا انفلوينس اوف ذا اسيد سايد تشين. شنو انفلوينس اوف ذا اسيد سايد تشين؟ اللي هو هذا التدخل الاسيد سايد تشين ومشاركتها حتى تسوي لنا شنو؟ تكسر الحلقه الرباعيه وبذلك اطانا انكتيف كومباوند. البيو افيلابيلتي اوف ذا الاسيد ستابيليتي اوف ذا بنسلين سايد تشين. زين هاي الحاله ما راح نحلها. ما نقدر نحلها. ممكن نحلها. شلون ممكن نحلها؟ نحلها عن طريق التالي انه نخلي الكترون وذا درول جروب على هذا البوزيشن يسحب الالكترونات بهذا الاتجاه وبذلك الاثنين هذا الزوج الالكتروني او اللون بير احنا نصيح له ما راح يهاجم هذا السي دبل بوند او. فبين قوسين نمنع هاي الحركه نمنع هذا الرياكشن نمنع السي دبل بوند او يصير تتفاعل هنا وتكسر لنا الاسره. شو نسوي؟ نخلي فد مولكيول تسحب هاي الالكترونات بهذا الاتجاه باتجاه اليسار وبذلك بعد ما موجودة الكترونات يصير لها ديلوكاليزيشن وتهجم لنا على الحلقة الرباعية. اوكي فصار عندنا هاي الاكس اللي هي الكترون وذا درول جروب هذا بنسلين جي تحول الى بنسلين في. بنسلين في ايش سووا؟ غيروا مكان ما هذه فقط حلقة خلوا او قبلها او فانيل جروب. هسه هاي فقط فانيل جروب خلوا اوكسجين وبعدها السي اتش 3 هي هذه ما حذفوها السي اتش 3 طبعا ما موجوده اكس. فشنو زودوا الالكترون وذ درول جروب بهذا الاتجاه. من زودوا الالكترون وذ درول جروب بهذا الاتجاه سحبوا الالكترونات بهذا الاتجاه فبعد صارت عندنا ستيبلتي ما راح تنكسر الآسرة الرباعيه. ايضا شافوا انه اذا خلينا NH2 مثلا بالامبسلين طبعا الـ NH2 هي الكترون وذ درول جروب اندر ذا اسيدك كونديشن فانطانا امبسلين وحوله الى اورالي اكتف صار اورالي اكتف بينما البنسلين جي اللي هو الاكس اتش destroy in the acidity of the stomach and it is hardly effective when administered orally. فتحولوا من البنسلين جي اللي هو هذا اتش الى بس الى امبسلين عن طريق فقط غيرنا بالستركتشر بدلنا ال H الى NH2 سحبت الالكترونات بهذا الاتجاه وما خلتها تسوي لنا نيوكليوفيليك اتاك على هذا الاتجاه وبذلك صار عندنا ستيبلتي للمولكيول وقدرنا ننطي الامبسلين اورالي بينما البنسلين جي ما يشتغل اورالي. ليش؟ لان الالكترونات راح تهاجم هذه الحلقة وتنكسر الآسرة. زين البنسلين V يشتغل أورالي؟ يشتغل أورالي لكن الهالف لايف مالته كلش قصير راح ناخذه إن شاء الله. هذا The O of the penicillin V side chain increase the T half of stability in the acid from من نصف ساعة for the benzyl penicillin أو penicillin G
إلى 5 hours for the phenoxymethyl بنسلين أو بنسلين V هذا, and thus allowed enough time for it to be absorbed from the GIT. فصار عندنا كل 5 ساعات ممكن أن نطي بنسلين V, بينما الإمبسلين كل 6 ساعات. إذن انتقلنا من نصف ساعة للبنسلين G إلى شنو؟ إلى كل 5 ساعات للبنسلين V, وبعدين كل 6 ساعات للبنسلين الإمبسلين. السبب شنو؟ هو وجود الإلكترون والدرول جروب على هذا البوزيشن اللي هاي نسح لها أسل أمينو سايد تشين. The problem of the acid sensitivity is easily solved by having electron with the drawal group on the acid side chain. Owing to the strain of the four-membered ring, the ring is easily cleaved by the acid hydrolysis and alcoholysis, and by the heavy metal such as zinc, copper, and PP. The resulting benzoic acid is inactive and undergo the complex serine rearrangement. هنا احنا شرحنا اغلبهم ما عدا هذا السطر الاخير ما شرحناه, الا انه اريد اقول انه البنسلينات والبيتا لاكتام رينج هي مو فقط انستيبل للاسيد وللبيس, هي انستيبل ايضا لوجود المعادن مثلا زنك كبر ايرون موجود. لذلك احنا دائما نقول ما نقدر ننطي الانتيبايوتيك وين المعادن والفيتامينات. ليش؟ لان الفايف الفور ممبر درينج راح تنكسر, راح يصير الفور ممبر درينج راح تنكسر ويتحول لنا الى بنسيلويك اسيد. بنسيلويك اسيد اللي هو انكتيف, وبذلك نخلي ببالنا الى انه الاسيديتي البيسيسيتي والميتال ايضا تاثر لنا على الفور ممبر درينج. فالبايو افيلابيلتي للبنسلين, احنا البنزايل بنسلين احنا نصح له بنسلين جي, فالبنسلين جي هي 15 الى 30. شوفوا من غيرنا وبدلنا او خلينا فينوكسي مثل فينوكسي مثل بنسلين فينوكسي الفينو اي فينوكسي مثل بنسلين اللي هو بنسلين في, زادت الابزوربشن مالته من 60 الى 73. الامبسلين قلت الابزوربشن مالته من 30 الى 50, بينما بالاموكسيسلين هسه راح ناخذ المركب مالته زادت الابزوربشن مالته الى وصلت لحد 90. زين ايش سوينا بالاموكسيسلين؟ احنا غيرنا بالبنسلين في خلينا او, بالامبسلين خلينا ان اتش 2, بينما بالاموكسيسلين ايش سوينا؟ غيرنا تغيير بسيط بالامبسلين وصار اموكسيسلين اللي هو شنو؟ الاموكسيسلين هو نفس الامبسلين فقط خلينا او اتش هنا, فسحبت الالكترونات في هذا الاتجاه كلها. بما انها سحبت الالكترونات فممكن ان نط الاموكسيسلين من 3 مرات بدلا من 4 مرات. اوكي, فالبنسلين جي انستيبل تو ذا اسيد ان اكتف بنيليك اسيد, البنسلين في اد امبسلين اسيد ستيبل واورالي اكتف. الاموكسيسلين and تيكارسلين هو هيدروفيليك and هيدروفيليك سايد تشين. increase the penetration of the gram negative bacterial cell wall, وبذلك confer the broad spectrum activity. يعني يدخل الاموكسيسلين والتيكارسلين يدخلون للجرام negative bacterial cell wall وهو هيدروفيليك سايد تشين. احنا ايش قلنا؟ قلنا اذا خلينا NH بالسايد تشين او اتش ايش راح يزداد لنا؟ تزداد لنا الافيلابيلتي انه يشتغل لنا على الجرام نيجاتيف. اوكي, اذا تتذكرون هاي حكيناها. ليش قلت انا هذا السلايد مهم؟ لان راح نشوفه. بينما بالبنسلين في الامبسلين اقل بنتريشن للجرام نيجاتيف من الاموكسيسلين, تيكارسلين اكثر بنتريشن للجرام نيجاتيف بكتيريا. الكلينيكال ابليكيشن, البنسلين يستخدمون للساينوسايتس برونكايتس اند اذر انفكشن لايك ذا اورال اند اير اند يو تي اي. بنسلين جي اند في يوزد فور ذا جرام بوزيتيف بكتيريا
upper and lower respiratory tract infection and genitourinary tract infection. Amoxicillin and ampicillin يستخدموا للجرام نيجاتيف بكتيريا والانت هيموفيلس انفلونزا. And Neisseria gonorrhea in addition to the gram-positive infection. Amoxicillin used for the treatment typhoid, gonorrhea, Lyme disease, and UTI. Ticarcillin يستخدموا للجرام-negative and Pseudomonas aeruginosa. Piperacillin أو اليوريدوبنسلين هذا يوريدو هاي الجروب إحنا نصيح لها يوريدو is similar to the ampicillin and its activity to the gram-positive and the gram-negative species. It is also active against Pseudomonas aeruginosa. يعني يشبه الامبسيلين الببراسيلين. الادفيرس دراج ريأكشن شلون يصير ادفيرس دراج ريأكشن؟ يصير انفلاكتيك ارتيكاريا ستيفن جونسون سندروم. This reaction can be broadly grouped in two categories. أما this occurring immediately أو delay reaction. إذا كان delay reaction سبب T cell بينما الimmediate هو سبب ال IgG mediated response. فإحنا شعدنا beta lactam ring can be cleaved in vivo resulting heptane carrier conjugation. فإحنا عدنا هذه البنسلينات يتحول إلى بنسلينيك أسيد وبنسلويك أسيد وبوجود البروتينات هذا بروتين مولكيول راح يتحد معه وراح يصير هبتين. هذا الهبتين مولكيول هي اللي يعطينا الألرجي هو اللي يعطينا أميون ريسبونس. إذن شلون يصير أدفيرس رياكشن ويصير عندنا أرتيكاريا وأنفلاكتيك شوك بالبنسلينات؟ هو تفاعل البنسلينيك أسيد والبنسلويك أسيد مع الهبتين مولكيول مع البروتين ويتحول لنا إلى مركب يصيح للهبتين هو small molecule elicit immune response when joined to the protein molecule. The mode of drug resistance طبعا أما inactivation of the beta lactam modification للبروتين decrease the uptake of antibiotic and increase the efflux of the antibiotic agent. The most serious threat to the antibiotic therapy and to the use of the beta-lactam antibiotic in particular is the emergency of the resistance of the bacterial strain. The primary reason for the resistance is the production of the enzyme beta-lactamase. هذا اللي حكينا عليه انه اكثر الريزيستنس تصير هو وجود انزيم غير البنسلين بايندينج بروتين والترانسبيبتايديز انزيم جديد اسمه لاكتاميز او نصيح للبنسلينيز which is ان جرام بوزيتيف بكتيريا is excreted into the growth medium but ان جرام نيجاتيف بكتيريا موجود داخل السيل. The gram positive organism quickly destroys the antibiotic in the surrounding solution by the hydrolysis. بالهيدروليسيس بوجود البيتا لاكتاميز الانزيم يكسر لنا البيتا لاكتام وبذلك ما راح يصير عندنا ثيرابيوتيك افكت. ليش؟ بسبب وجود البنسلينيز او اللاكتاميز. Since production of the benzylinase enzyme is under plasmoid control the resistance of the bacteria can transfer their resistance. طبعا هذا موضوع جديد واخر اللي هو البلازمويد كنترول يعني ممكن ان تنتقل الريزيستنس من بكتيريا الى اخرى عن طريق الدي ان اي اللي موجود. ليش؟ لان تتغير الاحماض الامينيه اللي موجوده داخل البكتيريا وبذلك البكتيريا اللي تقاوم الانتيبايتك راح تتولد بكتيريا تقاوم انتيبايتك اخرى وبذلك راح يصير عندنا جين من البكتيريا هي مقاومه للانتيبايتك. بيتا لاكتاميز انهبيتر. فاحنا بما انه صارت عندنا مشكله انه الاموكسيسيلين والامبسيلين صارت عندنا مشكله انه البكتيريا طلعت انه تطلع بانزيم معين اسمه اللاكتاميز يكسر لنا هذا الانتيبايوتيك وبذلك ما يحقق لنا ثيرابيوتيك افكت. فالعلم ما توقف فانتج شيء جديد اللي هو اللاكتاميز انهبيتر. اللاكتاميز انهبيتر هي شنو؟ ليش why we modified penicillin need؟ ليش؟ لأن to improve stability abroad the antimicrobial. ليش نحتاج اللاكتاميز انهبيتر حتى نزود stability؟
الميكروبيال سبيكتروم يز برودنينج الى امبروف الاكتيفيتي كذلك امبروف ذا اورال ابزوربشن وداون سلو داون ذا اكسكريشن ذا بيتا لاكتاميز از ذا بكتيريال انزايم البيتا لاكتاميز destroy the beta lactam يعني هو يشتغل ضد الانتيبايوتيك that may be constitutive طبعا الى نوعين البيتا لاكتاميز اما constitutive يعني موجود بالفيسيولوجيكال كونديشن او انديوسابل بيتا لاكتاميز وهذا يحتاج لنا شنو يحتاج فشي حفزه حتى ينتج several form of beta lactamase bacterial dependent that confer resistance to the beta lactam اللي هو الميجر بروبلم اللي هو البيتا لاكتام صارت هاي المشكله شلون نحلها اول شيء خلينا نفهم ان البيتا لاكتاميز شو يسوي البيتا لاكتاميز ايضا عنده سيرين او اتش لاحظوا يشبه العمل مال الترانسبكتايدز اللي هو البنسلين بايندينج بروتين لكن شنو خلت البكتيريا خلت حمايه حتى شنو يقتل او يكسر الانتيبايوتيك وحتى يبقى البنسلين بايندينج بروتين يشتغل على الكروس لينكينج يعني شلون ما واحد يواجه برد يلبس كوت حتى ما يواجه البرد نفس الشيء هي شنو انتجت انزيم حتى يقتل الانتيبايوتيك وحتى يبقى لها البنسلين بايندينج بروتين يشتغل لها اوكي فالبنسلين بايندينج بروتين يتحد لنا مع السي دبل بوند او هنا يكسر هاي الآسرة ويحول لنا الى بنسلويك اسيد هذا البنسلويك اسيد ما ينطينا افكت هذا يصيح له هيدروليسيس تو جيف بنسلويك اسيد اند ريجينريت ذا بيتا لاكتاميز ايضا فصار عندنا لاكتاميز ستيبل بنسلينات اللاكتاميز ستيبل بنسلين اللي هي الكلوكساسيلين الفلوكساسيلين هسه احنا موجود عندنا بالصيدليات امبفلوكس وامبكلوكس موجود كانت فيال موجوده لكن منعت اللي هي امبسيلين وكلوكساسيلين والاوكساسيلين والميثاسيلين هذن شنو خليناها مثل ما البكتيريا انتجت بيتا لاكتاميز حتى تقتل الانتيبايوتيك ذن خليناها نوي الانتيبايوتيك حتى يتحدن مع البيتا لاكتاميز ويبقى لنا الانتيبايوتيك الاموكسيسيلين فارغ حتى شنو يهاجم لنا البنسلين بايندينج بروتين نفس الابروتش مال البكتيريا احنا اتبعناه طورنا من نفسنا خلينا مكان ما بس بنسلين خلينا فشي يساعد البنسلين اللي هو شن صيح له لاكتاميز انهبيتر يسوي لنا انهبيشن لللاكتاميز فاول شيء يدخل الانتيبايوتيك يسوي لنا انهبيشن لللاكتاميز وبعدين يطب الامبنسلين يتحد مع البنسلين بايندينج بروتين وبذلك منعنا الكروس لينكينج ذا ستيرنج هندرنس ان ذا سايد تشين انكريز ذا ستابيليتي اوف ذا تو ذا لاكتاميز يعني شنو كل ما تزداد الستيرنج هندرنس بهاي الجزء ما معناه شنو راح تزداد عندنا يعني الاعاقه يعني كل ما تصير الموليكيول كبيره ما معناه تزداد لنا شنو انه تزداد البيتا لاكتاميز راح شنو راح يتحد بيها ويصير ستيبل موليكيول يعني ما راح يتحرر من عتها راح يقوض عمل البيتا لاكتاميز لكن كل ما تصغر هاي السبستيوشن كل ما انه البيتا لاكتاميز ممكن يفلت من عتها ويروح للانتيبايوتيك ويكسر الانتيبايوتيك but also reduce the potency as the transpeptidase inhibitor يعني صح يزداد لنا الستابيليتي لكن الشيء الاخر انه الترانس مثل ما قلنا البيتا لاكتاميز ممكن صعوبه ان تتحد ليش؟ لان هاي تصير اعاقه فراغيه هنا اوكساسيلين اند فلوكساسيلين كلينيكال يوسفول للستافيلوكوكس اوريوس ميثاسيلين is no longer used clinically. Cloxacillin broad spectrum. الفلوكساسيلين is less bound to the plasma protein combined with ampicillin. طبعا الفلوكساسيلين هسه موجود وحده الفلوكساسيلين وموجود مخلوط مع الامبسيلين. They are all have the inferior activity to the original penicillin. They are inactive against the gram negative bacteria.
البيتا لاكتيميز انهبيتر هم شنو؟ هو الكلافيلونيك اسيد، السلباكتام، انتازوباكتام. طبعا هو لاكتيميز انهبيتر، هذا مو انتبايتك، فقط يشتغلن على اللاكتيميز، فقط يشتغلن على اللاكتيميز. فالكلافيلونيك اسيد، السلباكتام، التازوباكتام، هذن كلهن شنو؟ لاكتيميز انهبيتر، ما عندهن انتي بكتيريال اكتيفيتي، يشتغلن بوتنت لاكتيميز انهبيتر. الريفرسبل انهبيشن اللي هو انه اكتيفيت اللاكتيميز كومباين وذ اموكسيسيلين يعطينا كوموكسيكلاف. السلباكتام اللي هو هذا السلباكتام، العفو، سينثيتك لاكتيميز انهبيتر، سينثيتك مهمه انه تعرفونها، كومبايند وذ امبسيلين ايضا موجود السلباكتام مع الامبسيلين موجود بالاسواق. الريكويرمنت فور ذا بيتا لاكتيميز انهبيتر، شنو الريكويرمنت حتى للبيتا لاكتيميز انهبيتر؟ اول شيء انه البيتا لاكتام رينج اسينشال، الثانيه ايضا هاي اسينشال، نمبر 6 نو اسيل امينو سايد تشين، نمبر 5 اللي هي ايضا هاي موجوده الستيريو كيمستري انه تكون خلف السكرين، الاربعه از اسينشال، التسعه هذه تكون على شكل ترانس، والاو اتش ايضا مهمه، ايضا هاي الحلقه الاوكسازولدين ايضا ضروريه. طبعا هاي الريكويرمنت، العفو، هاي الريكويرمنت كلها مذكوره هنا. براكتيكال بوينت، ان فيترو ديجريديشن رياكشن اوف ذا بنسلين كان بي ريتاردد باي ذا كيبينج ذا بي اتش اوف ذا سوليوشن بتوين 6 و 6.8 باي ريفرجريتنج ذيم. ذا اكويوس بريبريشن اوف ذا سوليبل بنسلين مي بي ستورد فور اب تو سيفرال ويك. The free acid are not soluble for the oral or parenteral administration. Sodium and potassium salt of the most penicillin are soluble in the water and readily absorbed orally or parenterally. Temperature affected the rate of deterioration, although the dry salt are stable at a room temperature and don't require a refrigeration and prolong a heating inactive of the penicillin. A practical point 2, benzathine penicillin and procaine penicillin are not a prodrug. They are a salt of the penicillin, benzyl penicillin for the intramuscular injection. The first part of each is named as the amine base. هذا البروكاين او البروكاين يلفظ عن بنزاثين بنسلين. The salt are sparingly soluble in the aqueous solution. لذلك اذا تشوفونه لازم البنزاثين بنسلين او البروكين بنسلين مباشره يعني نحلها ونضربها، والسرنجه لازم يكون حجمها كبير. The bioavailability of inderivatized acid sensitive penicillin, for example ampicillin, is reduced by their oral administration with food, which may be due to in part increase the level of the gastric acid. كل ما يزداد الجاستريك اسيد راح يتاثر الاورال ادمنستريشن اوف امبسيلين، ليش؟ بالاسيديتي راح ينكسر الامبسيلين وبذلك ما راح ينطينا الافكت. Since this penicillin esterified on the carboxylate group are less affected by the food. This is the end of our lecture today. Thank you for listening.